مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانية. المواجهه دي هنعيد فيها على كل ام مصريه، كل سنه وكل الامهات بخير، ربنا يحفظهم ويخليهم لينا. ومعلش كل ام النهارده ولادها ما قدروش ان هم يروحوا لها، ما تزعلش وتسامحهم وتسامحنا، لانه في النهايه اهم حاجه بالنسبه لنا هي صحه اهالينا وصحه امهاتنا. فان شاء الله الايام دي تعدي وكل ابن وكل ام يعوض مامته ويروح لها ان شاء الله، بس بعد ما الفتره الصعبه تعدي ان شاء الله. طيب، عندنا امهات كتير جدا في مصر تعبوا في تربيه ابنائهم. الحقيقه دايما الام المصريه بتبقى حريصه على اولادها وخايفه عليهم، بتضحي الحقيقه بكل حاجه، بتقول دايما انا مش مهم، المهم هم اولادي. وكتير طبعا من الامهات بيواجهوا اصعب الظروف بابتسامه ومن غير ما يحسسوا حتى الولاد ان في اي مشكله، عشان ولادهم يطلعوا احسن ولاد في الدنيا ويطلعوا احسن من اهاليهم مكانه كمان. خلينا نبدا مداخلتنا بان احنا نعيد على عدد من الامهات او مجموعه يعني صغيره من الامهات الفائزات في مسابقه الام المثاليه، وهنبدا بالسيده امينه عبد الحميد الام المثاليه من ذوي الاحتياجات الخاصه الاولى على الجمهوريه. مدام امينه اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيبه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه ومبروك اختيارك الام المثاليه. وقولي لي مين اللي رشحك بقى انك انت يعني تفوزي بمسابقه الام المثاليه؟ زمايلي قالوا لاولادي، واولادي خدوا الورق وراحوا للشؤون الاجتماعيه للاستاذه مروه وقدموه، والاستاذه مروه قامت بتجميع الاوراق والطلبات اللي هي كانت مطلوبه، فقالت يا جماعه احنا عايزين نعمل يعني مفاجاه يعني. شايفه صورتك وانت منوره على الشاشه يا مدام امينه؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي، منوره بيكي والله. والله لا، منوره بيكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. قولي لي انت عندك ولاد قد ايه يا مدام امينه؟ معايا بنتين وولد. بنتين وولد، اعمارهم ايه؟ عندي كبيره 33 والثانيه 30 والولد 28. ما شاء الله، يعني كبرتيهم خدتي بالك منهم. زوجك كان موجود يعني؟ جوزي كان متوفي. سابك امتى وهم عندهم؟ والكبيره عندها قد ايه؟ كانوا صغيرين جدا. كانوا صغيرين. كنت بتشتغلي اولا، هم طلعوا ايه يعني، اتخرجوا من ايه او بيشتغلوا ايه؟ واجهتي معايا البنتين معاهم بشروط تجاره والولد بشروط تجاره، ما شاء الله، ودبلومات تخاطب. هايل. وانا خدت دبلوم التخاطب انا كمان وحرف بيئيه، والولد فتح جمعيه ذوي الاحتياجات الخاصه علشان خاطر يعني احنا من الفئه ديت، واحنا عايزين نعمل لهم اي حاجه. برافو والله يا مدام امينه ان انت فكرتي كمان انه المشكله اللي ممكن تكون عندك او اي مصاعب بتواجهك، لا، ان دي مش عائق بالنسبه لي ان انا اساعد غيري كمان، وان انا اقف مع الناس اللي انا حاسه بيهم وشاعره بالصعوبات اللي بيواجهوها. كل سنه وحياتك طيبه والف مبروك. طيبة. وربنا يخلي لك ولادك. جولك النهارده ولا ما قدروش يجوا؟ لا، جولي. جولك. طب ربنا يحميك يا رب ويحافظ عليكي. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي. طيب احنا معانا برضو السيده لواحظ لبيب، وهي الام المثاليه على محافظه القليوبيه. مدام لواحظ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا مدام. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. عامله ايه؟ كويسه؟ لا الحمد لله، نحمد الله. الحمد لله. الحمد لله ومبروك التكريم. الله يكرمك. الله يكرمك. قولي لي مين اللي رشحك وكلميني عن ولادك. اللي رشحني ابني الكبير اللي هو عميد في الجيش ان شاء الله. ما شاء الله عنده عميد. طب مش هنسال عن سنه بقى. ضابط مهندس. ما شاء الله، ضابط مهندس. مدام لواحظ انت زوجك سابك امتى وكلميني اكتر؟ لا يعني هو الحمد لله انا صوره ابني اللي على الشاشه اهي. ربنا يخليه لك ويحميه لك. ايوه الحمد لله. الزوج يعني احنا اتجوزت 64 سنه 64 وبعدين اتوفى في 73، فترك لي الولدين دول. الولد الكبير كان عنده سنتين والصغير عنده 9 شهور. ياه، كانوا صغيرين قوي يا مدام لواحظ. والله ربيتيهم لوحدك يعني؟ ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مين وقف معاكي؟ مين ساعدك؟ اشتغلتي؟ والله عملتي ايه؟ لا اشتغلت طبعا الحمد لله. اشتغلت برضو الحمد لله، واشتغلت في جامعه بنها هنا في قسم الدراسات العليا. طب هايل. في لغايه ما تحلت على المعاش الحمد لله،
وبعدين اكرمنا الله واتجوزوا وشفت احفادهم والحمد لله. الف حمد وشكر. الحمد لله يا مدام لواحظ، ربنا يديك الصحه وكل سنه وحياتك طيبه وربنا يخليهم لك. الله يكرمك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي. طيب خلونا نرحب كمان بالاستاذه سهام توفيق الام المثاليه على بقى محافظه الجيزه. مدام سهام اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه ومبروك اختيارك كام مثاليه. الله يخليك. الحمد لله. كلميني يا مدام سهام عن ولادك وعن ايه الصعوبات اللي قابلتك، زوجك كان موجود ما كانش موجود، يعني اشرحي لي اكتر رحله الحياه مشيت معاكي ازاي؟ والله أنا زوجي توفى بعد الزواج بحوالي 5 سنين. وكان معايا طفلين 2 و4 سنين. فطبعا كنا عايشين هنا في القاهرة، رجعنا الصعيد، أنا من الصعيد أساسا يعني. فرجعنا طبعا هناك، عشنا مع بعض هناك معاهم يعني بكل صعوبات الحياة يعني، لغاية اللي بخلصوا مرحلة إعدادي وفي القرية، وبعدين نقلنا للمدينة جنب مدرستهم قعدنا فيها فترة، وبعدين رجعنا تاني للقاهرة عشان الجامعة. يعني رحلة تنقلات كنت دايما وراهم في كل حتة يعني. فالحمد لله دلوقتي معايا الكبير دكتور والتاني صحفي في أخبار اليوم ما شاء الله يا مدام سهام. طب يعني يعني لله. يعني مطلعاهم متخرجين من كليات عليا وكليات مش سهله، قولي لي الرحله مشيت معاكي ازاي؟ هل هم كمان يعني لما كبروا شويه، هم ولدين يعني لما كبروا شويه كانوا متحملين معاكي المسؤوليه، واقفين جنبك ازاي، مقدرين يعني التعب اللي انت تعبتيه عشان اكيد هما مقدرين طبعا كانوا التعب وكده، لان الرحله ما كانتش سهله وكان فيها يعني تحديات كتير. احنا كنا في الصعيد وانا اللي كنت باخد كل قراراتهم وبروح لهم المدارس. انت الراجل والست، الام والاب. بالظبط بالظبط. فيعني حنان مع شده مع كل الحاجات دي انا اللي بقوم بيها، كل قراراتي انا اللي باخدها. فيعني الحمد لله هما يعني كان طبعا كل الصعوبات اللي بيواجهها اي حد معاه شباب في المراهقة وكده، بس الحمد لله يعني ربنا قدرنا وعدت الفترات كلها على خير يعني. شفتي أيام لله. صعبة الولاد صعبين في سن المراهقة. الولاد صعبين طبعا. الحمد لله يعني مش قوي بس كويسين. قدرتي تظبطي الحكاية. ده يعني ماما أنا كنت قوية معهم شديدة شوية يعني الحمد لله، فقدرنا نعدي الفترات دي من غير أي حاجة يعني. ودي الست المصرية والسعودية الجدعة يا مدام سهام والله. الحمد لله. والله الحمد لله على كل حال. دلوقتي أنا بفخر بيهم طبعا وبفخر باللي هم وصلوا له، وحاسه ان انا قدمت للمجتمع نماذج سويه، نماذج جميله، محبوبين في اشغالهم وفي كل يعني كل الناس بتشير بيهم يعني. فده الانجاز اللي انا حاسه ان انا عملته واللي انا اتكرمت عشانه يعني. ربنا يخليهم لك ويخليكي ليهم. معاهم احفادهم ومعايا احفادي طبعا دلوقتي. من فضلك ما تقوليليش ان هم جوا لك النهارده، من فضلك. لا ما جوش. برافو، يعني حفاظا عليكي والله مش لا عشان لا هم ما جوش، بس انا قاعده مع واحد فيهم، انا قاعده مع الصغير. طيب ده ماشي، ده الامر لابد منه، بس اللي مش معاكي يستنى شويه اما نطمن، وعشان صحتك دي احلى هديه يوم عيد الام، صحتك. لا صح صح كده. لا طبعا ما جاش يعني. ربنا يديك الصحه طيبه وحياتك طيبه ومصر كلها بخير يا رب كده. يا رب ان شاء الله، وكل امهات مصر بخير. كل سنه وحضرتك طيبين كلكم يعني. وحضرتك طيبه يا مدام سهام، والف مبروك، ربنا يديك الصحه ويخليكي ليهم. وخليكوا في البيت يا جماعه، امهاتنا على عيننا وراسنا، اللي يقدر يكلمهم فيديو كل يكلمهم، واللي يقدر يكلمهم كل شويه يكلمهم، لكن خلينا نستنى شويه نطمن وبعدين نروح لهم باذن الله. طيب معانا مكالمة أخرى. معانا الأستاذة فوزية نوفل الأم المثالية على محافظة جنوب سيناء. مدام فوزية كل سنة وأنتِ طيبة وألف مبروك التكريم. الله يبارك فيك وحضرتك طيبة وخير يا رب. ربنا يخليكي. كلميني عن ولادك، عندك إيه بقى؟ إيه عندي ولدين وبنتين الحمد لله. ما شاء الله، أعمارهم الكبير إيه والصغير إيه؟ الكبير 39 و تانية 37 و33 و24. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. قولي لي ربيتيهم لوحدك، زوجك يعني كان وضعك ايه؟ كان سابكوا امتى؟ احكي لي اكتر عن الفتره اللي كنت لوحدك فيها مع الاولاد. لا الحمد لله هو وباباهم موجود الحمد لله ومعانا وتمام حاجه والحمد لله يعني كله تمام رضا الحمد لله. طب قولي لي انت الفتره اللي هم كانوا صغيرين فيها كنتوا يعني ايه التحديات اللي كانت بتواجهكم انت ووالدهم؟ ربنا يخليه يا رب ويديله الصحه ويخلي ليكم يا رب.
الحمد لله. ايه الصعوبات؟ الحمد لله ماشي الحال، يعني كله تمام بخير، والحياه العاديه كل الحياه فيها صعوبات. اكيد اكيد، بس عادي يعني، ده طبيعه الحياه وده لازم. يعني ايه اللي كنت حريصه تعلميه لهم مثلا؟ ان هم ولادي لازم يبقوا يعني حريصين مثلا على كذا، اخلاقهم عامله ازاي، تعليمهم والله. يعني كنت ايه اللي بتصري عليه؟ لا يعني كل حاجه لازم يكون بفضل الله، من كل حاجه يكونوا افضل حاجه هم فيه. يعني مش حاجه واحده. مين يعني اللي كان بيشد، انت ولا والدهم؟ انا. انت الشديده. عشان كده بتقولي كل حاجه لازم تبقى مظبوطه. بالظبط كده. وهو الحمد لله يعني ربنا يخليهم لك، عندك اربع اولاد ما شاء الله ربنا يحميهم. الحمد لله. الحمد لله، شكرا لحضرتك يا فندم، ربنا يخليكي كل سنه وانت طيبه. طيب معانا مدام نعيمه عبد الوهاب، الام المثاليه عن محافظه الفيوم. مدام نعيمه اهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا مدام نعيمه. يعني انا حسب ما انا فاهمه ان زوجك سابكم من 23 سنه، ربنا طبعا يرحمه ويحسن اليه، انت كنت فيها الام والاب. كلميني ولادك، يعني عندك ولاد قد ايه وبيشتغلوا ايه؟ عندي ثلاث اولاد، هو 24 سنه مش 23 سنه، لانه من سنه 96. وكان مدرس رياضيات ثانوي، وساب لي ثلاث اولاد. كانت الكبيره يعني عندها بتاع حوالي 8 سنين. الكبيره 8 سنين. والثانيه كان 6 سنين، والثالث ولد كان 3 سنين. كانوا صغيرين قوي قوي يعني. طب طب قولي لي مدام نعيمه، النهارده ولادك يعني مخلصين ايه او بيشتغلوا ايه؟ الكبيره دكتوره ريم صيدلانيه في مديريه الصحه بالفيوم، مفتش صيدلي. الاء واخده بكالوريوس التربيه واخصائيه تخاطب، وبتعمل دراسات عليا. محمد ضابط شرطه في مرور الفيوم. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. قولي لي مين بقى فيهم اللي رشحك؟ ريم وجوزها. صراحه ريم الكبيره الصيدلانيه وجوزها هم اللي رشحوكي. كان عندك فكره ولا اتفاجئتي بعد كده، ولا يعني كانت قايله لك مكلماكي ان هي ناويه؟ لا هي من زمان عماله تقول لي هقدم لك من يجي 6 7 سنين كده، وانا اقول لها لا، يعني الموضوع ده بيني وبين ربنا، وما عملتش حاجه زياده عن اي حد، عن اي ام بتعمل كده وزياده. فالسنه دي كنت طالعه على المعاش، فكانت بخلص الورق، فبتاخد من الاوراق دي من غير ما تقول لي. انا عايزه ورق كذا كذا، بتخلص معايا المعاش يعني. وخدت الورق وقدمته من غير ما اعرف. كلميني عن المفاجاه وفرحتك بالتكريم بقى. لا اكيد كانت مفاجاه حلوه يعني، اكيد اكيد، لان لما تحس ان ولادك مقدرينك وحاسينك في حاسين انك انت في عينهم ام مثاليه، فده بيبقى يعني بيبقى كفايه ان الام تحس ان ولادها حاسه انها عندهم هي ام مثاليه. اكيد اكيد، انا بشكرك طبعا، وكل سنه وحياتك طيبه وبخير، وشكرا لحضرتك. ومعانا اخر اتصال مع السيده تحيه محمد، الام المثاليه على محافظه البحيره. مدام تحيه اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه استاذه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي ومبروك اختيارك كام مثاليه طبعا على محافظه البحيره. كلميني مين اللي قدم لك في المسابقه؟ اللي قدم لي في المسابقه بنت الدكتوره زينب. مين الدكتوره زينب؟ بنتي الوسطى. بنتك الوسطانيه. طب قولي لي انت عندك ولاد قد ايه بقى؟ عندي ثلاث ولاد. الاكبر دكتور اسنان دكتور عبد الله. وال 29 سنه. والثانيه الدكتوره زينب 26 سنه دكتوره صيدلانيه. حلو. والاخير الدكتور محمود دكتور بشري سنة 5 طب اسكندرية. ما شاء الله ولادك كلهم دكاترة ما شاء الله مدام تحية، وده معناها ان هم كانوا شاطرين يعني ومتفوقين، الله اكبر ربنا يحميهم لك. قولي لي يعني رحلة الحياة مشيت ازاي؟ زوجك كان موجود معاك و زوجي موجود. موجود ربنا يخليك. جوزي كان شغال في الصحة. كاتب في الصحة. واولادي بدانا معاهم ان هم كانوا لسه صغيرين، اول ما بدانا معاهم بالكتاب. كانوا شاطرين جدا ومتفوقين، وده شجعني اني نعمل معاهم، نمشي معاهم
وهم دايما كانوا رافعين راسي في كل مراحل التعليم، وكانوا يعني مثل الاعلى لكل اصحابهم، كانوا يروحوا من الدروس، لو راحوا من الدروس الاساتذه بتاعتهم تاخدهم معاهم عشان زمايلهم يروحوا يروحوا من على صفهم يعني. طالعين شاطرين لمين فيكم بقى؟ اخر سؤال معلش، اخر سؤال، مين فيكم بقى الشاطر ومدقدق كده؟ هما اخوالهم شطار صراحه. مين اللي شطار؟ اخوالهم. اخواتك؟ اخواتي انا يعني، كل يعني اخواتك دكاتره ومدرسين وكده يعني، هم طالعين اخواتي. وبرده ابوهم يعني راجل طيب ومحترم. ومامتهم بقى ست الكل ولا ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يخليهم لك. كل سنه وحياتك طيبه، كل سنه وحياتك طيبه. شكرا ليكي، مع السلامه. ودي كانت تهنئتنا يعني لامهاتنا الحبيبات العزيزات، دول مجرد مثال لامهات مصر اللي كلهم عظيمات زي ما السيد الرئيس دايما بيوصفهم، وكلهم مثاليات، وكلهم دايما بيبقوا حريصين على اولادهم وعلى بيتهم. وقلنا النهارده واحنا بنعيد على امهاتنا، بما انه احنا بنقول للناس خليكم في البيت، فابدا ان احنا نبدا بنفسنا وامهاتنا اللي هم يعني يمكن سنهم اكبر منا شويه، صغيره مش كتير، يعني خليهم في بيوتهم ونحاول ان احنا ما نعرضهمش لاي اختلاط. فبالتالي كانت الوسيله الاخرى ان احنا نعيد عليهم من خلال التليفون. كل سنه وانتم طيبين. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل بمواجهتنا الثانيه ونناقش اهم الملفات المحليه والاقليميه مع الكاتب الكبير الاستاذ عبد الحليم انديل. استنوا.